هلا، وكيفكن يا حلوين؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم حبيت أجرب ألعب لعبة أفاتار وورلد. هيك مثل ما انكم شايفين، راح أرتب الصالون وإن شاء الله يكون يعجبكم الشكل النهائي. أوكي، بهذا الفيديو راح أرتب الصالون، أوضة الضيوف يعني، وراح أرتب المطبخ ونشتري مشترياتهم ونشوف شو كمان. ويلا خلينا نبدأ. اوكي، راح اسوي لون الارض باللون الابيض، احس راح يطلع كتير حلو مع لون الحيطان. اوكي، راح اجيب الزرع لهون، الكنبات في الوان كتير حلوة، عجبني هذا اللون، كان محتارة وين احطهم صراحة. اوكي، وكمان طاولة التلفزيون بدلتها، كمان جبت لهذا الموديل كتير حبيته. هون حابة احط سمك هيك، احس البيت صار حلو. التلفزيون ما بدي اياه ورا البوافلات. هون الزرع احطه، لا احس مش لابقى للديكور، هيك راح احطه هون. اوكي حبايبي، جيت على البيت التاني، احس فيه شغلات كتير حلوة. اوكي، هلا اخذت سائل الجلي والملح والفلفل، وكمان راح اخذ هذا شكل الحصان، كتير حبيته. وأخذ هذا القطة الصغيرة على شكل كتير كيوت، هاي الزرعة كمان، وأخذ كمان مستلزمات الحمام. أوكي، هلا جيت على أوضة النوم، راح أخذ بعض شغلات كمان. أوكي، راح كمان أخذ الجيتار. أوكي، كمان أخذ حبستين للشعر، شفتن كتير كيوت. هون طبقت الميك اب، طبعا راح أفضي الميك اب، راح أشتري ميك اب جديد، بس أخذ هاي كمان. أوكي، شوف شو كمان. اوكي، احس ما ضل شي، خليني بقى اروح على بيت تاني وابلش تطبيق. اوكي جايز، حسيت انه نسيت شي فهيك راح اجيبه. اوكي، جيت لهون حتى اخذ مستلزمات القطة، وكمان اخذ حوض سمك. اوكي، شكله ما راح يسع بالكرتونة، لهيك راح شيله من هون، بس اكيد راح اخذه على البيت. واخذت كمان اكل السمك. اوكي، انا بنفسي اجيب قطه للبيت، لهيك اخذت له مثل هذا اللي بتحمموا فيه، انتوا شو بتقولوا له؟ اكتبوا لي تحت بالتعليقات. واخذت له مشط، واخذت له منشفه. اوكي، وكمان اخذت له نوع الشامبو اللي بتستحم فيه. اوكي، وكمان جبت اكل للقطه. اوكي، وكمان خليني اخذ له اسفنجه عشان تبرك عليها، ممكن اخذ دي على شكل ورده، او لا هي احلى. حبيبي انا بعتقد حاجة هيك. اوكي، هون حوض السمك رح حطه، واكتبوا لي تحت بالتعليقات شو كمان لازم نجيب للبيت. اوكي حبيبي، لقيت مكان للقطة، هون رح يكون مكانها. اوكي، رح اجيب وزينة صغيرة عشان احط مستلزمات القطة، طعامها وبعض شغلات يعني. اوكي حبيبي، هذا الشكل النهائي، اكتبوا لي رايكم بالتعليقات. اوكي يلا، هلا خلينا نروح نعمل المطبخ. راح انا حابه اسوي باللون البني. اوكي حبيبي، سويته باللون الفضي. Thank you.
لا اوكي حبايبي، جيت على المول راح اخذ مستلزمات المطبخ. اوكي حبيبي، اشتريت مستلزمات المطبخ. انا بقول لك حاجة، وكمان جبت هالشي على شكل تفاحة كتير حبيته. اوكي انا كان بنفسي انه يتعلق، ما تعلق. وكمان ها على شكل موزة، هيك رح احط نزيق بعضهم ورح يطلعوا حلو هيك شكلهم بالمطبخ. اوكي حبايبي، هذا الشكل النهائي للبيت، اعطوني رايكم فيه. واذا كمان بدكم جزء تاني اكيد رح اطبق انا الطابق الفوقاني واللي هو الحمام وغرفة النوم. لهيك لا تنسوا تحطوا لايك اشتراك، اشتركوا بقناة بنت العرب رورو ليوصلكم كل جديد. حبايبي اوكي، هاي الكرتونة فيها مستلزمات اوضة النوم، رح ننزل ان شاء الله الجزء الثاني بصمم غرفة النوم. اوكي شو رأيكم بالتصميم الصالون؟ ان شاء الله يكون يعجبكم، وهلا باي باي.